السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور أحمد محسوب من المعهد الفني الصناعي ببورسعيد وحنستكمل موضوع الوحدة السادسة كيف أنظم مشروع صغير وكما تناولنا المحاضرة السابقة في تنظيم مشروع صغير احنا اتفقنا في الموضوع الأول ان احنا نعرف السوق وما هو السوق وما هو التسويق وازاي نقدر نعرف منافسين إلى آخره، تابعوا الموضوع الأول من الوحدة السادسة النهاردة هنتكلم عن موضوع الوحدة الثاني وهو اختيار موقع المشروع طبعا علشان تعمل مشروعك أنت لازم تكون درست السوق كويس جدا تكون عرفت المنتج اللي هتشتغل فيه هتكون عرفت ازاي هتسوق منتجك؟ ازاي هتعمل خطه للمبيعات بتاعتك؟ في الموضوع التاني هنتكلم انت ازاي تقدر تختار موقع المشروع علشان تنظم المشروع بتاعك او تأسس المشروع بتاعك. الموضوع التاني في اختيار موقع المشروع هنتكلم عن نقطتين اول حاجه تحديد مكان المشروع رقم اتنين الإجراءات المتعلقة باختيار موقع معين ازاي هنعلمك ازاي تقدر تحدد مكان مشروعك ثانيا ازاي هتمشي على اجراءات تخليك تختار الموقع بعينه او الموقع اللي انت هتحب تسوق منتجك من خلاله اولا الدائرة الأولى تحديد مكان المشروع ينبغي أن يكون الموقع موضع تحليل مستمر طوال قيام المشروع خلي بالك تحديد مكان المشروع ليس بالأمر الهين ممكن يأخذ معاك شهور ممكن ياخذ معاك سنة علشان تضمن مبيعات وأرباح ومكافآت عالية جدا لازم تختار موقع مشروعك مش هقول مية في المية لا الف في المية لان ده هو ضمان نجاح مشروعك فلازم يكون موضوع تحليل مستمر طوال قيام المشروع فطبعا التغيرات السكانية والتغيرات في عادات الزبائن الشرائية تؤثر سلبا على مدى ملائمة موقع المشروع موقع المشروع بيتعلق بالتغيرات السكانية أعدادهم قلت المنطقة الجغرافية المادة للسكان الدخل مهنهم أعمارهم كل دي تعتبر داخل التغيرات السكانية ده ممكن يأثر بالسلب في موقع مشروعك ويبرز عاملان اساسيان عند اختيار موقع المشروع لازم احدد المجتمع المحلي للمؤسسه يعني ايه احدد المجتمع المحلي للمؤسسه انت مؤسستك اللي انت هتاسسها هتخاطب اي مجتمع محلي محلي هت هتستهدف اي فئه من الفئه السكانيه او الفئه المحليه هل هتستهدف الشباب هل هتستهدف الاطفال هل هتستهدف كبار السن كل الحاجات دي انا بحدد المجتمع المحلي للمؤسسه رقم اتنين والعامل الاساسي رقم اتنين اختيار موقع معين حبدا اختار الموقع داخل هذا المجتمع المحلي وليكن انا شفت مجتمع فيه شباب حبدا اختار الموقع في خلال هذا في في المجتمع المحلي بتاع الشباب يا ترى حختاره على ناصيه يا ترى حختاره جوه المساكن يا ترى حختاره روف يا ترى هختاره كمثلا اللي هو الادوار الروشاسي فانت دايما بتاسس المكان بتاع المشروع على العاملين الاساسيين وتحديد المجتمع المحلي للمؤسسه رقم اتنين اختيار موقع معين داخل المجتمع المحلي. اهميه موقع المشروع وده من ضمن الدائره السابقه اللي هي تحديد مكان المشروع. اهميه موقع المشروع يا جماعه إيه قد يكون للمشروع اكثر اهمية موقع المشروع ده بالنسبة لي يكون اكثر اهمية لو اعتمد على حركة الزبائن يعني انا انا هاسس مشروع يعتمد على حركة الزبائن حركة الزبائن يعني ناس راحة وجاية بمعنى صح مواصلات رايحة وجاية قدامه زي محلات الملابس محطات الخدمة الخدمات محلات التنظيف الجاف اللي هي الدراي كلين الحاجات دي كلها يعتمد على حركة الزبائن، ما انا مش ممكن هفتح محل ملابس في منطقة مقطوعة في منطقة خالية من الزبائن على طريق سفر ده استحالة ولكن انا عشان اعمل محل ملابس او محطات خدمات او محلات تنظيف جاف لازم لازم اختار مكان له حركة في الزبائن ده يا جماعة بنقول عليه يمكن ان يكون موقع المشروع اكثر اهمية يبقى لازم الموقع ده يكون مهم جدا لو انا هاسس ح... المشروع كمحل ملابس او محطات خدمات. رقم اتنين يمكن ان يكون موقع المشروع ليس مهما ك... يعني ممكن برده احنا قلنا في النقطه الاولى ممكن يكون مهم موقع المشروع لو انا اخترت التجاره بتاعه الملابس ممكن بقى ما يكونش مهم خالص موقع المشروع عندي زي مين؟ زي البيع بالتجزئه زي البيع بالجملة زي مكاتب الخدمات المحاسبية للناس اللي هم المحاسبين أو مكاتب الضرايب أو أو أو. أنا عشان أعمل مكتب ضرايب أو مكتب محاسبي أنا مش لازم موقع في أي شقة في عمارة عامل المشروع وخلاص. بيع بالتجزئة والله ده أنا لو أجرت شقة وحطيت فيه بضاعتي الناس اللي هم اللي بيبيعوا قطاعي هيجي ياخدوا مني لأن هم اللي هيبحثوا عن المنتج مش انا اللي هبحث عنهم تجار الجمله كذلك ممكن تاجر الجمله ممكن يكون مكان مقطوع جدا بس ليه لان هم اللي هيدوروا عليا بسبب اعلاناتي بقى اللي انا هوفرها وعروض اسعار اللي انا هوفرها وعروض المنتج ده عليه هديه وده الناس هتبدا هي اللي تجيني مش انا اللي هدور عليهم فيمكن أن يكون موقع المشروع ليس مهما كما في البيع بالتجزئة البيع بالجملة مكاتب الخدمات المحاسبية لأن هنا بقى الزبائن مستعدون لتنضيط وقت أكثر في البحث عن المنتج أو الخدمة أو الخدمة التي تقدمها تلك المشاريع نتابع أهمية المشروع ورقم ثلاثة في قطاع الصناعة والبناء أنا حبني مصنع هل المصنع لازم موقع جغرافي متميز؟ لا طبعا المصنع لازم يكون في منطقة صناعية منطقة ذات أولوية لبناء المصانع وساعتها هنا أختار المشروع على أساس التكلفة أنا ممكن أبقى في مكان أرض رخيصة جدا مش مكلفة وأبني عليها مصنع تمام؟ لأن برضك الزبائن والتجار هم اللي هيدوروا عليا مش أنا اللي هدور عليهم رقم أربعة اختيار موقع المشروع حسب اقتصاديات السكان ويساعد في اختيار الحي الراقي او المدينه او البلده كموقع للمشروع. اختار موقع المشروع من حيث اقتصاديات السكان، والله المنطقه دي منطقه راقيه، حي راقي، البلد دي بلد راقيه، المدينه دي مدينه راقيه، هينفع تتجاوب مع المنتج بتاعي الراقي، كالتالي هيكون انت مشروعك في المكان ده مشروع متميز تعال نبص كده الناس اللي بتيجي تاخد توكيلات لمثلا ماركات عالمية من البرفانات ماركات عالمية من الملابس يستهدف القطاع ايه لازم يكون مكان راقي مكان بالناس بتيجي تشتري برندات. الناس بتيجي تشتري براندات الناس بتيجي تشتري ماركات عالية فما ينفعش ان انا اروح مثلا قرية قرية دي مثلا على قدها او قرية فقيرة واروح اعمل مثلا محل بيبيع براند او بيبيع بيرفيوم اصلي او الحاجات دي كلها الحاجات دي لا تجدي ولا هتنفعني اساسا ولا هتضر عليا بجنيه واحد يبقى لازم اختار موقع المشروع حسب اقتصاديات السكان تعال نتكلم في الدائرة الاولى الاولى والجزء الثاني وهي العوامل العامة عند اختيار موقع المشروع في ثلاث عوامل عندي اول حاجة الاقتصاد رقم اثنين السكان رقم ثلاثة المنافسة تعالى نتكلم عن العامل الأول عند اختيار موقع للمشروع واحد الاقتصاد وهو النظر في القاعدة الاقتصادية الخاصة في قاعدة اقتصادية عشان تعمل موقعك للمشروع لماذا يعيش هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة دي أول قاعدة اقتصادية الناس دي عايشة في المنطقة دي ليه هل المنطقة راقية الناس عايشة فيها هل المنطقة متوسطه على قد فلوسهم هل المنطقه مثلا متدنيه على قد الفلوس الضئيله جدا فانا هعيش فيها ما مستوى معيشتهم هل المستوى المعيشه عالي متوسط فقير لماذا ينبغي ان توجد مؤسستك في تلك المنطقه وليه انت هتعمل مؤسستك في تلك المنطقه هل يعد وضع الصناعة في تلك المنطقة؟ هل ممكن أعمل مصنع في تلك المنطقة؟ ده اللي اسمها اقتصادي القواعد الاقتصادية والعامل عند اختيار موقع المشروع وهو رقم واحد الاقتصاد يحدد دخل السكان مدى الطلب على السلع لذا يتعين عليك كريادي جمع المعلومات عن مستوى الدخل في المنطقة دخل السكان هل دخل السكان عالي؟ فهل السلعه بتاعتي هتتجاوب معاهم الطلب على السلعة هيكون كويس ده بيندرج يعني تحت الاقتصاديات طيب تابع العوامل العامة عند اختيار موقع المشروع رقم 2 السكان السكان يتعين على الرياديين ان يحددوا مجموعة الاشخاص التي سيتألف منهم زبائن فعلى سبيل المثال عند فتح محل موسيقى انا هبدأ ابيع اسطوانات وابيع جيتار وابيع فيانولا وابيع بيانو اورج اي ادوات موسيقيه واغاني وشو ده يا ترى من غير ما نبص كده للفيديو انت سمع صوت الوقت حاليا انت هتضطر تخاطب انهي فئه اكيد فئه الشباب لان هم اكثر فئه بيهتموا بالمواضيع ديت صح الكلام يبقى السكان العامل السكان هو تختار إذا كان السكان من فئة الشباب أو فئة كبار السن أو فئة الأطفال يبقى يتعين على الرياديين أن يحددوا مجموعة الأشخاص التي سيتألف منهم زبائنهم فعلى سبيل المثال زي ما قلنا عند فتح محل الموسيقى من المهم أن يكون موقع المشروع في مكان يسكن فيه معظم الشباب والمراهقين وفي عوامل سكانية إلى أي مدى تعتبر تلك المنطقة مستقرة الناس مستقرين مش بيعزلوا كل شوية مش بيروح الزبون اللي انت كونته وخلاص بقى كويس معاك بدأ يسيب المنطقه ويمشي. هل ينتقل الناس منها واليها بانتظام؟ الناس بتروح وبيرجع مكانهم ناس ولا الناس بتسافر وبترجع تاني؟ هل يشهد عدد السكان نموا وانخفاضا؟ السكان الناس بتهرب منه ولا بتجيله ولا ايه بالظبط؟ فلازم تكون عندك دراسه لهذه العوامل، يبقى احنا اتفقنا العامل اللي فات كان الاقتصاد، العامل الثاني كان السكان. العامل الثالث المنافسه، بص بقى زي ما احنا اتكلمنا في الموضوع الاول ازاي ادرس المنافسين وازاي ان انا اكون معلومات عن المنافسيه هو الكلام بيعيد نفسه هنا. رقم ثلاثه المنافسه، يجب ان تدرس منافسيك عبر جمع المعلومات حول نقاط القوه والضعف. يجب أن تحدد عدد منافسينك أنا مثلا هفتح محل برفيوم لازم أشوف المنافسين بتوعي في المنطقة كم واحد هل نقاط قوتهم إيه ونقاط ضعفهم إيه يجب أن تعرف أنه عدد المشاريع التي فتحت وأغلقت خلال السنتين السابقتين لازم تعرف عدد المشاريع اللي في مجالك كم مشروع فتح وكم مشروع أغلق وكذلك برضو المشاريع اللي مختلفة عنك سوبر ماركت كم سوبر ماركت فتح وكم سوبر ماركت قفل والله لو في سوبر ماركت فشل وانا محل عطور اه يبقى اعرف كده ان المنطقه مش قوي تمام الكلام ده قبل ما تختار الموقع خلي بالك بتختار العوامل ديت آه محل برفانات قفل كذا محل برفنات هل ده اداره منهم ولا معرفش يشتغل في هذه المنطقه النائيه ولا في هذه المنطقه الكثيفه السكان ولا ايه بالظبط ما انت لازم تعرف ايه هي النقاط القوة والضعف وكذلك عدد المشاريع اللي أنا قلت لكم عليها فتحت وأغلقت خلال السنتين السابقتين يتيح توفر يتيح توفر الشروط الثلاثة اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي افتتاح أي مشروع جديد آه أنا هبدأ أحط مشروع بص أحسن حاجة عشان تحط مشروعك فيه ما يكونش عندك منافسين أنت نمبر ون مفيش حد حواليك خلاص مفيش محل عطور تاني مفيش سوبر ماركت تاني غيرك خلاص؟ يبقى عدم وجود منافسين في المنطقه. الاداره السيئه للمشاريع المنافسه العب على نقاط ضعفهم تقدر تلعب على نقاط ضعفهم، اه إيه الخامات اللي بيجيبوها مش حلوه لا انا حد اجيب خامات انظف، اه الاداره بتاعتهم مش كويسه لا انا حد اجيب اداره كويسه، إيه تعاملهم مع الزباين مش ظريف، انا انا حد اتعامل مع الزبون بظرف هو بيعمل عروض، أنا هعمل عروض أكتر، هي ديت اللي أنا باخده من نقاط ضعفهم. اه ارتفاع الطلب. طيب أنا كده اتكلمت عن أول حاجة هو نرجع لها تاني اللي هي تحديد مكان المشروع. ثانياً الإجراءات المتعلقة بقى باختيار موقع معين وهي دي الدائرة التانية اللي كانت في أول الشريحة وفي أول الفيديو اللي هتكلم عليها والأخيرة. ايه هي الاجراءات المتعلقه عشان اختار موقع معين من المشاريع لازم بص بقى نضع قائمه بالعوامل الخاصه بالموقع التي تراها ضروريه او مرغوب فيها نبدا العوامل الخاصه بالموقع اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه اللي هي الاقتصاد والسكان والمنافسه هنبدا نحط قائمه للعوامل ديت اتنين هنحدد المواقع المحتمله التي تتوافق مع مشروعك ومع العوامل الخاصه بالموقع تمام؟ هبدأ أشوف العوامل المواقع المحتمله اللي تتوافق مع مشروعي. هنسي مثلا هعمل محل ملابس خلاص؟ فهبدأ أختار المواقع اللي هتتناسب مع مشروعي وكذلك تتناسب مع العوامل اللي انا اتكلمت عليها في الإجراء رقم واحد اللي هو ده. اللي هي العوامل الخاصة بالموقع التي تراها ضرورية اللي هي الثلاث عوامل اللي احنا اتفقنا عليهم الاقتصاد والسكان والمنافسة هبدأ أحدد المواقع مثلا يا ترى هتلاقيه في مكان حي راقي في مكان حي متوسط في على الشارع على النصية داخل المساكن ده أحدد المواقع المحتملة وكذلك المتفقة مع العوامل اللي أنا اتكلمت عليها فوق رقم ثلاثة قم بزيارة المواقع أنا بدأت خلاص قلت هبدأ مثلا هعمل محل في حي الشرق أو في حي المناخ أو في حي العرب هبدأ أزور المواقع ديت وأختار أفضل موقعين أو ثلاثة اه أنا اخترت حي الشرق مثلا فهبدأ أختار منهم موقع أو موقعين علشان أزورهم قارن هذه المواقع مع العوامل الخاصة بالموقع تاني أبدأ أشوف اه خلاص أنا خلاص هختار حي الشرق هختار حي الشرق مثلا عند مثلا مكان راقي جدا مثلا عند مسجد السلام هشوف مثلا مكان له ستاندرد شويه في شارع 23 يوليو مكان خالص ضحل خالص مثلا كل ده في حي الشرق مثلا هندخل مثلا في اماكن اخرى وابدا اقارن هذه المواقع خلاص في الخاصة بالعوامل الخاصة بالموقع اللي هي الثلاث عوامل اللي احنا اتفقنا عليهم تاني الاقتصاد والسكان والمنافسة أبدأ أزور المواقع دي اللي أنا عيني عليها مرات عديدة في النهار والمساء وكمان أعد عدد السيارات المرة أو المركونة لأن عدد السيارات المرة أو المركونة تدل على أن الشارع حيوي أو الشارع شغال أو في رجل أو في حركة زباين كتيرة ده يدل عليه بعد ما خلاص قمت بالزيارة ليلا ونهارا أبدأ أطلب رأي رجال الأعمال والمستشارين ذوي الخبرة رجل أعمال أعرفه راجل مستشار راجل سمسار الناس اللي هم لهم دراية بالعقارات أبدأ أسألهم الناس دي ذوي خبرة المكان ده كويس المكان ده شغال وأبدأ أخذ آرائهم بعد كده أخذت آرائهم أبدأ أحلل الأراء كافة ابدا كده مع نفسي بالورقه كده الراجل المهندس كذا الكذا السمسار ده الكذا رجل الاعمال ده الكذا وابدا احلل ارائهم واحده واحده ثمانيه واخيرا اتخذ القرار النهائي بشان موقع الموقع المشروع اه خلاص انا اتفقت ان شاء الله الموقع السين هو ده الموقع اللي انا هختاره وكانت ذلك هي الاجراءات المتعلقه باختيار موقع معين واحنا بالتالي كده خلصنا الموضوع الثاني اللي يتعلق باختيار موقع المشروع وحللناه تحديد مكان المشروع وحللنا ايضا الاجراءات المتعلقه باختيار موقع معين وان شاء الله تابعوني في الموضوع الثالث هنبدا آه ازاي نشوف كيفيه الانفاق على المشروع ويا رب اكون يسرت ليكم شويه من مشروع الكاب في الوحده السته الوحده السته وحده ضخمه جدا آه اتمنى ليكم النجاح والتوفيق والاستمراريه في متابعتي ويا ريت اللي متابعني دلوقتي يدوس لايك ويدوس اشتراك في القناه ويبدا ينشر الفيديوهات بتاعتي على اوسع نطاق كي تعم الحسنه وكي تعم الفائده على الجميع ان شاء الله دمتم سالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته